زياد عيتاني فتاة إسرائيلية أغوته ثم أغرته بالتعامل مع الموساد. جنبلاط يصدر النصح لولي العهد السعودي، لا بد من تسوية على اليمن ولا عيب بالكلام المباشر مع إيران. ارتفاع ضحايا مجزرة المسجد في العريش، والمهاجمون كانوا يرفعون علم داعش. أنا لمحت الناس للسماء ولابسين لبس جيش. الرئيس عون مشاركا في القضاء على العنف ضد النساء. احنا مقصرين كتير بالنظر الى حقوق المرأة. أهلا بكم. توقيف المسرحي زياد عيتاني بجرم التعامل مع العدو وما تكشف عن التحقيق معه بقي الحدث الأبرز على الساحة المحلية في نهاية الأسبوع. فزياد الذي أغوته فتاة سويدية تدعى كولات عبر الفيسبوك بداية، سرعان ما اتضح له أنها ضابط في الموساد وقد نجحت في تجنيده للعمل لمصلحتها. وبينت التحقيقات واعترافات الموقوف بحسب ما نشرت صحيفة الأخبار أن زياد التقى الفتاة شخصيا لأول مرة في آب الماضي في تركيا. سياسيا، برزت سلسلة نصائح أسداها النائب وليد جنبلاط لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر تويتر. فمن باب الحرص على المملكة وعلى الشعب اليمني، قال جنبلاط: كفى دمارا وحصارا في اليمن، وكفى استنزافا بشريا وماديا لشعب المملكة ومواردها. وأضاف جنبلاط: لا بد من صلح أو تسوية، سموها ما شئتم، ولا عيب بالكلام المباشر مع الجمهورية الإسلامية في إيران لترتيب هذه التسوية بعيدا عن التهجمات الشخصية من هنا وهناك. ولفت إلى أن التسوية بالحد الأدنى مع إيران تعطينا في لبنان المزيد من القوة والتصميم للتعاون على تطبيق سياسة النأي بالنفس وإعادة إخراج لبنان من هذا المأزق. وختم جنبلاط تغريداته ممازحا بن سلمان: إذا قررت السلطات في لبنان اتباع خطواتكم ضد الفساد فقد نحتاج إلى ضعف مساحة الريتز كارلتون. صحيفة الأخبار تنشر الرواية الأمنية لمسار التحقيقات مع زياد عيتاني الموقوف بشبهة التعامل مع العدو الإسرائيلي. نقلت صحيفة الأخبار عن مصادر أمنية نفيها ما جرى تداوله الجمعة عن كون الممثل المسرحي زياد عيتاني الموقوف بشبهة التعامل مع العدو أن يكون أقر بأن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تعد لاغتيال الوزير نهاد المشنوق والوزير السابق عبد الرحيم مراد، وأنه شارك في الإعداد لعمليتي الاغتيال. وأكدت المصادر للصحيفة أن ما طلب من عيتاني هو جمع معلومات عنهما فقط ومحاولة التقرب منهما لا أكثر. ونقل صحيفة الأخبار معلومات عن محاضر التحقيق مع عيتاني الذي أوقعت به فتاة ثلاثينية جذابة وصفها خلال التحقيقات بأنها بيضاء طويلة ذات شعر أسود وعينين خضروين تدعى كوليت فيانفي. تعرف عليها عبر فيسبوك منذ عام 2014 وتبادل الرسائل ظنا منه أنها سويدية بعدما بادرت هي إلى الاتصال به. في أوائل عام 2016 نجحت الفتاة السويدية التي اتضح أنها ضابط استخبارات إسرائيلية في تجنيد عيتاني للعمل لمصلحتها. وقد نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن الفتاة أطلعته على هويتها الحقيقية. اختلفت طريقة الاتصال لتعتمد على ماسنجر وتطبيقي واتساب وجيميل بين عيتاني والضابط الإسرائيلي، وكانت الرسائل مشفرة ومقسمة إلى ثلاثة أقسام يرسل كل منها عبر تطبيق مستقل، أو تبعث الرسائل المشفرة عبر أحد التطبيقات وفك التشفير
على تطبيق آخر، وكان الحساب الشخصي للإسرائيلية يلغى كل 3 أسابيع ليفتح بعدها بوقت قليل حساب آخر جديد باسم مغاير يقوم مجددا بالاتصال بحساب زياد. وبحسب محاضر التحقيق كان زياد يعرف أنها المتصلة كونهما متفقين على جملة تعريف خاصة بينهما هي هاي اتس مي، على أن تكتب العبارة بالأحرف الكبيرة. وكوليت طلبت من عيتاني العمل ليكون شخصية عامة فاعلة وذات علاقات متميزة وأن يعمل على تطوير علاقاته، وأبلغته أن عليه الاهتمام بمظهره الخارجي كي يتمكن من الانخراط في بيئات معينة. ولهذه الغاية كانت ترسل له شهريا منذ عام 2016 مبلغا من المال يتراوح بين $500 و$1,000 أمريكي عبر ويسترن يونيون تحت اسم مستعار هو عارف مرعي، حيث كان يحصلها من مكتب الشركة المذكورة المقابل لبيته. كذلك طلبت منه الاتصال بالشخصيات السياسية المؤثرة عبر مستشاريهم المقربين والإعلاميين الذين يدرون في فلكهم، وأبلغته أن عليه اختيار أهدافه على أساس توجهاتهم اللاعنفية، وأن يكونوا متحررين وليبراليين وداعمين للسلام في الشرق الأوسط. أما الغاية فكانت جمعهم في تيار سياسي وإعلامي فاعل يروج للسلام والحل على أساس إقامة دولة فلسطينية ولاحقا التطبيع مع إسرائيل. وسط حداد عام، مصر تشيع شهداء مسجد الروضة في محافظة شمال سيناء، والجيش يستهدف بغارات جوية المتورطين بالمجزرة ويلاحق فلولهم ويدمر معاقلهم. ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجد قرية الروضة غرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء إلى نحو 305 شهداء و128 جريحا. وفي حيثيات الهجوم أوضحت النيابة العامة المصرية أنه عند بدء إلقاء خطيب مسجد الروضة خطبة صلاة الجمعة تفاجأ المصلون بعناصر تكفيرية يتراوح عددهم بين 25 إلى 30 مسلحا يرفعون علم داعش ويتخذون مواقع لهم أمام باب المسجد ونوافذه البالغ عددها 12 نافذة حاملين الأسلحة الآلية، وراحوا يطلقون الأعيرة النارية على المصلين. وتبين لاحقا أن التكفيريين وصلوا بخمس سيارات رباعية الدفع وقاموا بإحراق السيارات الخاصة بالمصلين وعددها 7 سيارات، ما رفع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 400 بينهم 27 طفلا كانوا برفقة ذويهم. وقد روى أحد المصابين تفاصيل عن الاعتداء الإرهابي. بتقولوا دخلوا علينا من برا حوالي 10-20 واحد بأسلحة، دمروا كل اللي موجود، واللي أصيب أصيب، واللي استشهد طبعا أكتر كتير فوق ما تتصور. لأن احنا ساعة ما هو بدأ ضرب النار كله بيجري واللي بيخبط في التاني، بس أنا لمحت ناس ملسمة ولابسين لبس جيش. وشنت القوات الجوية المصرية غارات دمرت خلالها عربات استخدمت في مجزرات المسجد، ودمرت طائرتان من دون طيار سيارتين تقلان المتورطين في الهجوم على المسجد في منطقة صحراوية تدعى الريشة قرب قرية الروضة وتعد أحد معاقل المتطرفين. هذا وشارك المئات بتشييع شهداء مسجد الروضة إلى مثواهم الأخير في مواكب جماعية مهيبة انطلقت من مكان استشهادهم إلى مقابر المنطقة، حيث تم دفنهم في 10 مقابر جماعية وسط انهيار أقاربهم. وكان من بين هؤلاء الشهداء وفق مصادر محلية 30 طفلا دون سن العاشرة وأكثر من 160 مسنا. وتطوع عدد كبير من الأهالي في دفن الجثامين، وكان من بينهم 10 أسر بأكملها تشمل الأب والأبناء والجد والأحفاد، و17 أسرة تضم الآباء والأبناء. وجرى تشييع عدد من الشهداء في قراهم المجاورة. وبتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقام نصب تذكاري لضحايا الهجوم الذي يعد الأضخم والأكثر دموية في تاريخ مصر الحديث. وفي إطار ردود الفعل الدولية المستنكرة للهجوم، أضاءت عمدة العاصمة الفرنسية باريس برج إيفيل منتصف الليل بألوان العلم المصري تضامنا مع الضحايا وأسرهم. وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وفي خلال افتتاحه مؤتمر الطاقة الاغترابية في كانكون المكسيك اعتبر أن لبنان في صراع دائم للحفاظ على استقلاله، وقال المشكلة أن المس باستقلالنا يأتي من الخارج طمعا والغدر به يأتي من الداخل استتباعا، وقد اكتشفنا مؤخرا كلبنانيين أن أفضل طريقة لصون الاستقلال هو إبقاء الوحدة الوطنية حوله. نأتي إليكم في عيد الاستقلال 74 للبنان.
بل هو حالة يعيشها الإنسان بداخله ويمارسها المسؤول بقراره، وهو أسلوب حياة يعيشه الوطن ويتنفسه. وذكرى استقلال هذه السنة شعر فيها اللبنانيون بالعزة والعثمان، لأن هناك من حاول المس بكرامته الجماعية فخسر. خسر لأن رئيسهم عاد قويا وجيشهم بطلا. خسر لأن رئيسهم عاد قويا وجيشهم بطلا وقرارهم حرا، ورئيس حكومتهم عاد إلى لبنان حرا قويا وبطلا. ذكرت مصادر في تيار المستقبل أن رئيس الحكومة سعد الحريري لمس تجاوبا مع رئيسين ميشيل عون ونبيه بري حول ضرورة العمل لإيجاد آلية عملية للنأي بالنفس من جانب حزب الله عن صراعات المنطقة بشكل جدي. وركزت المصادر في حديث لصحيفة الحياة على أن الحريري مقتنع بصدق رئيس الجمهورية في السعي إلى حلول، انطلاقا مما سبق أن قاله أمام الاجتماع المشترك لقيادة تيار المستقبل وكتلته النيابية الخميس الفائت من أن عون حليف استراتيجي له. ورجحت المصادر أن يتولى الرئيس عون حوارا بالمفرق مع الأفرقاء السياسيين لتبادل الأفكار حول المخرج من أزمة علاقات لبنان مع الدول العربية، بدلا من الدعوة إلى حوار موسع في القصر الجمهوري. وأكدت مصادر الحياة أن الحريري ينوي توسيع لقاءاته التي بدأها مع الأحزاب والقيادات المعنية من دون استثناء. ولم تستبعد المصادر أن يلتقي الحريري حزب الله في حواره مع هؤلاء الأفرقاء، كما أنه سيلتقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. بعد الإعلان، المقاومة السياسية والدبلوماسية ردت الاعتداء على لبنان. أهلا بكم من جديد. بلدية الخيام تكرم الإعلاميين وتطلق موقعا للبلدية برعاية النائب فضل الله. برعاية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، كرمت بلدية الخيام قضاء مرجعيون الإعلاميين في حفل إطلاق موقعها الإلكتروني بحضور فعاليات سياسية واجتماعية وتربوية. فضل الله لفت إلى أن الدولة اللبنانية بعد المستجدات الأخيرة استعادت حرية قرارها السيادي الوطني بالمقاومة السياسية. مثل ما المقاومة المسلحة العسكرية استطاعت أن تحمي البلد، أن تحرر البلد، المقاومة السياسية والدبلوماسية حررت القرار السياسي السيادي الوطني بلد وقفه. هذا الحد بتقدر توصلوا له؟ لكل المخلصين في لبنان لابد أن نسجل جميعا أن واحدة من ميزات لبنان الأساسية هي الحريات، الحريات الإعلامية في طليعتها. وفي ختام الاحتفال وزعت الدروع التقديرية على الإعلاميين المكرمين، ومن بينهم الزميل جورج العشي. النائب وليد جنبلاط يطلق سلسلة نصائح لولي العهد السعودي في تغريدات عبر تويتر. علق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط على بعض من النقاط التي وردت في حديث الأمير محمد بن سلمان لصحيفة نيويورك تايمز مغردا عبر تويتر: سأسمح لنفسي بإعطاء بعض النصائح من باب الحرص على نجاح المملكة وبالتالي إخراجها من التقوقع والتزمت. الأمير محمد يطرح إجراء شبه ثورة ثقافية تعيد المملكة إلى ما كانت عليه قبل عام 79، وهذا مهم جدا لخلق تيار الاعتدال
الإسلامي فيها بعيدا من التزمت، وانفتاح على جميع الأديان، وزيارة البطريرك الراعي خير مثال. وأضاف حذاري حرق المراحل، يا سمو الأمير التحديات هائلة، وتحديث المملكة ضرورة إسلامية وعربية، إلا أن هذه المهمة لا يمكن أن يكتب لها النجاح وحرب اليمن مستمرة. وتابع جنبلاط: أما اليوم ومن باب الحرص على المملكة وعلى الشعب اليمني، لابد من صلح أو تسوية، سموها ما شئتم، ولا عيب ولا غضاضة بالكلام المباشر مع الجمهورية الإسلامية لترتيب هذه التسوية بعيدا عن التهجمات الشخصية من هنا وهناك التي لا تجدي نفعا. السلم والوفاق يجب أن يسودا بين الشعبين، فكفى دمارا وحصارا في اليمن، وكفى استنزافا بشريا وماديا لشعب المملكة وموارد المملكة. آن الأوان لإعمار اليمن بعيدا عن علي عبد الله صالح وعبد الهادي منصور، وليختار الشعب اليمني ما يريد. وأنتم يا سمو الأمير كن الحكم والمصلح والأخ الكبير كما كان أسلافك. سهل جدا إطلاق الرصاصة الأولى في الحرب، وصعب جدا إيقاف الحرب إلا إذا تجاوزت الشكليات وفاتحت الإيرانيين. مصلحة المملكة أهم من أن تستخدم لا سمح الله في حرب بالواسطة، نتيجتها بيع السلاح والذخيرة ووعود كاذبة واستنزاف لموارد السعودية والخليج. وفي تغريدة أخرى قال جنبلاط: على سبيل المزاح، فإن حربكم ضد الفساد لا شك خطوة نوعية، لكن احكموا بسيف القانون، وإذا قررت السلطات في لبنان اتباع خطواتكم فقد نحتاج إلى ضعف مساحة الريتز كارلتون، وتقبلوا فائق المحبة والاحترام. أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنه ما بين الرياض وباريس لم تكن التجربة سهلة على رئيس الحكومة سعد الحريري، وقال: لو كانت الاستقالة دستورية لما كان في إمكان رئيس الجمهورية ميشيل عون أن يقول إنه لا يقبلها، أنا ذهبت إلى أبعد من ذلك، رفضتها في الأصل. ولفت بري أمام زواره أمس إلى أن الاستقالة تصبح نافذة عندما يعلنها رئيس الحكومة، لكن من داخل الأراضي اللبنانية، يعني ذلك أن لا وجود للتريث، فأما استقالة أو لا استقالة، والحكومة قائمة وفي وسع مجلس الوزراء الاجتماع في أي وقت عندما يدعوه رئيسه. وكشف رئيس المجلس أنه اتفق في وقت سابق مع رئيسي الجمهورية والحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها أيا تكن العقبات. وإذ تحفظ بري عن مداولاته مع الحريري في السيارة التي أقلتهما إلى قصر بعبدة نهار الاستقلال، اكتفى بالقول: في السيارة أعدنا تجديد الحكومة. واعتبر أنه في الإمكان العودة إلى سياسة النأي بالنفس تطبق على الجميع بلا استثناء، بدءا من وقف الحملات الإعلامية التي يقودها حزب الله وتيار المستقبل كل في اتجاه خصمه. وسأل رئيس المجلس: من لا يقاتل في سوريا اليوم؟ ألا تقاتل السعودية هناك؟ أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اتصالا هاتفيا بأمير دولة الكويت الشيخ صباح أحمد جابر الصباح، اطمأن فيه على صحته بعد الفحوص الطبية التي أجراها قبل أيام. وفي خلال الاتصال تداول الرئيس عون مع الشيخ الصباح في الأوضاع العامة، وأطلعه رئيس الجمهورية على التطورات التي شهدها الوضع السياسي الداخلي بعد تريث رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري في تقديم استقالته. وعبر الرئيس عون عن تقديره للمواقف التي يتخذها أمير الكويت دعما للبنان وللاستقرار الأمني والسياسي فيه. وجدد أمير الكويت الدعوة للرئيس عون للقيام بزيارة رسمية إلى الكويت، والتي كانت قد تأجلت إثر إعلان الرئيس الحريري استقالته من الخارج. وفي نشاطه اليوم أزاح رئيس الجمهورية الستارة عن نصب التذكاري الذي وضع على طريق القصر الجمهوري في بعبدة، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء. ولفت الرئيس عون إلى أن أول ما فكر فيه بعيد انتخابه رئيسا للجمهورية كان العمل على إزالة الفوارق القانونية بين الرجل والمرأة، مؤكدا أن تعنيف المرأة هو نوع من الهمجية التي لم يستطع الإنسان حتى الآن التخلص منها. وبمبادرة تضامن من رئيس الجمهورية مع الحملة العالمية التي ستنطلق في مختلف دول العالم، ستضاء مساء اليوم الواجهة الرئيسة للقصر الجمهوري في بعبدة باللون البرتقالي، وهو اللون المخصص لهذه الحملة، تعبيرا عن الأمل في الوصول إلى مستقبل مشرق خال من كافة أشكال العنف.
وكان الرئيس عون قد وضع في خلال الاحتفال شارة بيضاء كرمز لالتزام مناهضة العنف ضد المرأة ولحث الجميع على بذل كافة الجهود لهذه الغاية. نحن مقصرين كتير بالنظر إلى حقوق المرأة، وأول شيء وضعته بفكري هو إزالة فوارق القانون بين الرجل والمرأة، يلي هو أبعد كتير عن إيقاع العنف فيها. هالعنف هيدا بدمر العائلة يلي هي الخلية الأولى من المجتمع. بعد الإعلان، واشنطن تجدد دعمها الرياض. أهلا بكم من جديد. من الرياض، أعلنت المعارضة السورية توافق الأطراف كافة على تشكيل الوفد الموحد للمعارضة الذي سيشارك في مفاوضات جنيف بعد 3 أيام. ونجحت المحاولات السعودية التي استمرت طوال ليل الخميس لدى المنصات الثلاث موسكو والرياض والقاهرة في إقناع منصتي القاهرة وموسكو بالانضمام إلى الوفد بعد منحهما صلاحية الاعتراض على القرارات المصرية في خلال العملية التفاوضية. وتشمل القائمة النهائية للوفد 36 اسما، منهم 8 أعضاء من الائتلاف السوري و7 من الفصائل المسلحة و8 من المستقلين و5 من هيئة التنسيق و4 من منصة موسكو و4 من منصة القاهرة. وبعد توزيع المقاعد، انتخبت الهيئة الجديدة نصر الحريري منسقا عاما لها ورئيسا للوفد المفاوض في الجولة 8 من المفاوضات المباشرة مع الحكومة السورية في جنيف، والتي ستجرى في 28 من الشهر الحالي. نحن ذاهبون إلى عملية سياسية وفق المرجعيات الدولية لتحقيق هدف محدد هو الانتقال السياسي. وطبعا قبل فترة كان هناك دعوات لسوتشي، لم نرى أنها تخدم العملية السياسية بأي حال من الأحوال. نحن نطالب كل المجتمع الدولي بما فيها روسيا إذا كانت بالفعل جادة، ونأمل أن تكون جادة في الوصول للحل السياسي، أن نركز كل أعمالنا من أجل خدمة العملية السياسية وفق المرجعية الدولية في جنيف برعاية الأمم المتحدة حتى نختصر الوقت وحتى نصل إلى الحل المنشود. استطاعوا خلال هذه الاجتماعات أن يوحدوا صف المعارضة السورية بكافة مكوناتها ومنصاتها، وخلقوا فريق تفاوضي واحد يمثل الجميع في كل المفاوضات، وهذا إنجاز عظيم. جدد البيت الأبيض التزام الولايات المتحدة دعم السعودية في مواجهة أذرع إيران في المنطقة ومنهم الحوثيون في اليمن. وأكد البيت الأبيض في بيان له أن واشنطن ملتزمة دعم السعودية والشركاء في الخليج في مواجهة انتهاكات الحرس الثوري الإيراني للقانون الدولي. كما أوضح البيان أن الحوثيين المدعومين من إيران استخدموا أنظمة صواريخ مزعزعة للاستقرار لاستهداف السعودية، وهي أنظمة لم تكن موجودة في اليمن قبل الأزمة. كما طالب البيت الأبيض المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة لإخضاع النظام في إيران للمساءلة عن انتهاكاته المتكررة لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2216 و2231 مع قيام الحرس الثوري الإيراني باستغلال الأزمة الإنسانية الخطيرة في اليمن لتحقيق طموحاته الإقليمية. كان في هذه النشرة زياد عيتاني، فتاة إسرائيلية أغوته ثم أغرته بالتعامل مع الموساد. جنبلاط يصدر النصح لولي العهد السعودي، لا بد من تسوية على اليمن ولا عيب بالكلام المباشر مع إيران. ارتفاع ضحايا مجزرة المسجد في العريش، والمهاجمون كانوا يرفعون علم داعش. أنا لمحت ناس للسماء ولابسين لبس جيش. الرئيس عون مشاركا في القضاء على العنف ضد النساء. احنا مقصرين كتير بالنظر
إلى حقوق المرأة. ختام هذه النشرة، لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا وإلى اللقاء.